صباح الخير يا متابعين، افتح الفان الصباح لشركة وينزل بروكر. هيدا مالكو كريم عيد، اليوم 26 أكتوبر 2022، ونتكلم مع بعض في الفيديو بتاعنا عن أسعار النفط. طلعت محايدة أسعار النفط ولات هادئة وغير واضحة المعالم، وده راجع أكيد في المقام الأول انخفاض الدولار الأمريكي وتراجع أسعاره من ناحية، ومن ناحية أخرى مخاوف من تباطؤ نمو الطلب العالمي على الوقود وسط بيانات اقتصادية هبوطية من اقتصادات رئيسية مستوردة للنفط مثل الصين، حدد طبعا من ارتفاعاته مقابل الدولار الأمريكي. دي كانت أهم الأخبار المؤثرة في الأسواق. اليوم اكيد هنكون في انتظار البيان النهائي لمخزون النفط الامريكي وننتظر تاثيره على الاسواق، ولذلك خلونا ننتقل مع بعض ونشوف الشارت توقعاتنا ليه على مدار اليوم.